السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. هنحكي لاولادنا عن قصة من قصص الفتاة المسلمة، قصة ام عمارة رضي الله عنها. ام عمارة رضي الله عنها كانت ام عمارة هي نسيبة بنت كعب، من اوائل اهل يثرب دخولا في الاسلام، فقد كانت احدى امرأتين بايعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية، وشاهدت هي وزوجها زيد بن عاصم وابنها حبيب وعبد الله أحد وابناها حبيب وعبد الله أحدا، ولها فيها موقف بطولة عظيمة. وفي غزوة أحد قالت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله أن نرافقك في الجنة. فقال: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. فقالت: ما أبالي ما أصابني من الدنيا، مش هممني اللي هيصيبني من الدنيا، خلاص أنا بقيت إيه، رفيقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كانت أم عمارة تسقي الجرحى في غزوة أحد، ولما رأت هزيمة المسلمين واقتراب المشركين من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قاتلت دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبلت بلاء حسنا، وجرحت 12 جرحا بين طعنة برمح أو ضربة بسيف. وأرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابنها حبيبا إلى مسيلمة الكذاب برسالة يدعوه فيها إلى الإسلام، فغدر به مسيلمة وقتلوا، فمات شهيدا. وعندما قتل مسيلمة ابنها قالت: لمثل هذا أعددت وعند الله احتسبت. تمام. الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في غزوة أحد لما المشركين بدأوا يغلبوا المسلمين، فبدأت هي تخرج تدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقابلت بلاء حسنا وجرحت 12 جرح. تمام. ما بين بقى طعنة، ما بين رمي برمح، ما بين سيف. تمام. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرسل ابنها حبيبا إلى مسيلمة الكذاب يدعوه للإسلام، فراح مسيلمة الكذاب قتلوا غدر، فغدر به مسيلمة وقتلوا ومات شهيدا. وعندما قتل مسيلمة ابنها قالت، قتل مسيلمة ابنها قالت: لمثل هذا أعددت. تمام. وعند الله احتسبت. دي السيدة أم عمارة نسيبة بنت كعب. تمام. وشهدت رضي الله عنها يوم اليمامة، فقاتلت حتى أصيبت يداها، وتحكى أم عمارة عن ذلك اليوم فتقول: دخلت يومئذ وأنا أريد عدو الله مسيلمة الكذاب، فعرض إلى رجل منهم فضربني فقطع يدي، فوالله ما عاركت عليها ولم أزل حتى وقعت على الخبيث مقتولا، وابني يمسح سيفه بثيابه. فقلت له: أقتلته يا بني؟ قال: نعم يا أماه. فسجدت لله شكرا. وابنها هذا هو عبد الله ابن زيد ابن عاصم. وتوفيت أم عمارة في خلافة عمر رضي الله عنه عام 13 هجريا. يبقى السيدة أم عمارة نسيبة بنت كعب فضلت في يوم اليمامة عايزة تقتل مسيلمة الكذاب، فحاولت ان هي تروح، فأيديها اتقطعت، فابنها شافت ابنها التاني اللي هو عبد الله قتل مسيلمة الكذاب، فقالت له: قتلته يعني؟ وشافته وبيمسح سيفه. تمام. بثيابه. فقالت له: أقتلته يا بني؟ قال: نعم يا أماه قتلته. فسجدت لله شكرا. وابنها هذا هو عبد الله ابن زيد ابن عاصم. وتوفت أم عمارة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام 13 هجريا. تمام. دي إحدى نساء المسلمين أو الفتاة المسلمة، السيدة أم عمارة نسيبة بنت كعب رضي الله عنها. نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.